السلام عليكم مرة أخرى، أعود لكم أحبائي، تحياتي لكم. أنا أعتذر على قطع الاتصال، أخواتي ربي يسعد يومكم جميعا. طبعا الان المانيا في الليل، ربي يسعد يومكم في كل خير. تسلم يا غالي منور، شكرا على الجمال والصور، شكرا حبيبي، أشكركم. طبعا بعيدا عن التعريف، الأصول من عرب طبعا، وماما تكون جزائرية من الجزائر، نورهان تحياتي لكم. من الجزائر أخي اعتبرني بس ليس لدي الجنسية الجزائرية، لدي فقط الجنسية الألمانية، لدي فقط الجنسية الألمانية. برتاج اخواتي، برتاج في المغربي ولا في الجزائري، مشاركه في العربي. تسلم لي غالي. طبعا هون في مدينه شتوتغارت، العمود هذا رمز المدينه عندنا هون في مدينه شتوتغارت، رمز المدينه مدينه شتوتغارت. لا أخي ما في برد هنا، ليس في برد اليوم، الجو كتير حلو. الآن الحرارة عندنا 14 أو 12 تقريبا في ألمانيا. يا ربي يسعد أيامكم، تحياتي لكم جميعا في كل خير. هلو هلو برودا، هاي هاو ار يو، يور فاين. أنا جزائري واذهب إلى فرنسا شوي، رأيك؟ تنور والله، تنور أخي. حتى إلي ناس هناك، أنا أختي تعيش في باريس في فرنسا، وأختي أيضا تشتغل دليل السياحي، لو تحتاج أي خدمة من عيوني. فرنسا حلوة، بس أنا بنصحك إذا في إمكانك تجي لهنا على ألمانيا أحسن، مو لأنه أنا ألماني. طبعا أنا لدي الجنسية الألمانية، ولكن ألمانيا تحصل على شغل أحسن، ناس ليس لديهم عنصرية. ولكن أنا أعرف أنت تتحدث اللغة الفرنسية، ربما ألماني هنا صعب جدا أنك تشتغل وأنت لديك اللغة الفرنسية فقط، المفروض يكون معك اللغة الألمانية. اشكت بعد حدود تركيا. ها المانيا بعيدة اخي، المانيا على جانب دنمارك، بجانب الدنمارك.
طبعا أنا عندي أصحابي أتوا من تركيا لهنا، تموا 7 يوم، 7 يوم في شكرا يا غالي. التصوير واضح لديك صح؟ لدي يعني بقصد. أي حد لدي سؤال أنا بحدثكم في اللغة العربية الفصحى. كرمال لو كيف تأخذ الجنسية الألمانية؟ الجنسية الألمانية هنا إلى شروط أخي. كوني أنا يعني أصلي عربي، بابا يكون عربي وماما تكون عربية، والدتي أنا جزائرية من الجزائر من أوران. الجنسية الألمانية في إلى شروط، لو تكون معك لغة ألمانية مستوى اللغة B1، وتكون تشتغل هنا يكون لديك 36 شهر شغل يعني 3 سنين. مسكين هذا بيقني لوحده، ما في حدا بيعطيه فلوس. شوف لو في، ما معي فلوس، كان ودي اعطيه. في عندي 20 سنت، حط له 20 سنت، حط له 20. هلا sun havi per mari ke yo lo so اهديكم هيدا القنية. نابليون دانك، غراسيا، ايطالي. اهديكم هيدا الغنية الايطالية حلوة. طبعا في الماني هون، ممكن واحد بيغني ما في مشكلة، في الشارع بيحطوا له شوي فلوس. تشاو تشاو اميغوس. يا اخي ما في مشكلة، ابعث لي خاص تكرم عيونك. دير لك صورة الان في الليل اخي كيف. قصدي تقصد مكان حلو؟ حاضر حدير لك، بس ليس الان، في وقت تاني، لانه الان في الليل. اوكي تصير عبودي، عبودي طبعا تصير تذهب الى المانيا اخي. انا اصدقائي كل تقريبا يعني من العراق، من الموصل، من بغداد، كل هنا يعيشون ولديهم قصد الجنسيات الألمانية. أنا كنت في الصيف أخي في الجزائر. الجزائر بلد حلوة جدا. طبعا أنا أخوالي بيعيشوا في الجزائر، بذهب كل سنة أنا على الجزائر على مصر. حاضر حجي على الجزائر أكيد في شهر أكتوبر إن شاء الله هأتي إلى الجزائر. في أي ولاية تعيش أنت؟ أنا من أوران، بتحدث اللغة العربية الفصحى. ماما تكون من الجزائر.
لكن كمان عشت أنا في الجزائر، وعشت كمان أيضا في مصر، وذهبت إلى المغرب وتونس. طبعا في ألمانيا مشان ملاحظة هيدا تواليت في الشارع، تواليت الألماني في الشارع، ممكن حد بيدفع 50 سنت بيفوت لجوا. أهلا وسهلا خشلة، مدينة جميلة جدا. طبعا الجزائر مدينة جميلة جدا. سلام أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. تحياتي إليك، أنت الأحلى حبيب قلبي عبودي. سلام، طبعا مرة تانية تتعرفوا ألمانيا في الحرب العالمية الثانية دمرت في هذا المدينة، نزلت على الأرض. يعني قبل 50 سنة المدينة ما كانت هاي، قبل 30 سنة 40 سنة ما كانت. طبعا الآن أنا عمري 28 سنة، ألمانيا كلها جديدة، كل يوم هات في الفلاشة، نجمع كتير أناني في الشارع. What؟ بيقول لي بس مخص، يعني شو بتصور؟ في ألمانيا خايف فيها، طبعا فيها كورونا، فيها مع كورونا. ولكن الآن ألمانيا طبعا من يوم الأربعاء تم تسكير جميع المدارس لمدة 5 أسبوع، والشركات اللي فيها موظفين أكثر من 100 شخص كمان تم تسكير الشركة. حلوة. ايه حاضر، كلمني على الخاص بنشوف. ايه في ألمانيا فيها شوي كورونا، بس إيطاليا أكتر شي، إيطاليا إن شاء الله ربنا يحمي الشعب الإيطالي. بتسأل خايفي هل في هناك كورونا؟ طبعا ما في دولة في العالم ما فيها، بس ألمانيا لحد الآن في إصابة واحدة بس، شخص مات، شخص ألماني مات في مصر. هلا رئيسة الوزراء أنجلينا ميركل، ماما ميركل، أعلنت الطوارئ. فرنسا طبعا اليوم الدنمارك قفلت الحدود مع ألمانيا. فرنسا طبعا قفلت الحدود هذا الأسبوع تقريبا،
في كتير دول قفلوا الحدود. يا أخواتي أتمنى لكم يوم سعيد، ليلة سعيدة طبعا. كم سعر إيجار الشقة هنا في ألمانيا أخي؟ ممكن في مدينة شتوتغارت 800 يورو، خارج شتوتغارت ممكن تحصل عليه 450 ل 600 يورو. انت شكرا، دير بالك على حالك، ربنا يحفظك. تسلم لي غالي. يا طبعا الان وصلنا على اخر نقطة في هذا الشارع، شارع الملك. هذا الشارع اسمه شارع الملك، في الالماني اسمه كونيغشتراسة. طبعا هناك اشارة مرسيدس. شايفين الان عندنا الساعة 7:30 الا 5، 7:30 الا 5. أتمنى لكم ليلة سعيدة. تحياتي لك أخوي من ليبيا. شكرا حبيب قلبي. تحياتي للشعب الليبي كله. تحياتي لأهل طرابلس ودرنا بنغازي. آخ من زمن أنا جيت على درنا. شيحات، تعرف شيحات؟ حلوة، منظر حلو جميل جدا. ليبيا حلوة جدا. يا أتمنى لكم ليلة سعيدة. طبعا الآن أنا نازل على تحت على محطة القطار. آخر شيء هون في أول طريق كونيغشتراسة في إنفورماتسيون تبع السياحة. الآن أنا بنزل تحت على محطة القطار. أتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا على المشاهدة. أخي حكيني عادي، ما في مشكلة، حكيني. كيف مو فيسبوك؟ هاي صفحتي أنا، وفي كمان رقم واتساب إذا تحب كلمني عليه، ما في عندي مشكلة. في رقم، في عندي واتساب. في رقم الواتساب موجود، إذا تحب كلمني عليه عادي. أي سؤال لديكم أخواتي، خواتي وأخواتي، شباب وبنات، صبايا، أي لديكم سؤال؟ عايد أخواتنا الجزائر، شايفة ليبيا هذا الشب. شكرا يا غالي، شكرا حبيب قلبي. بس أوصل لمحطة القطار. طبعا هذا المحطة الرئيسية، محطة القطار في مدينة شتوتغارت. فيها محلات، فيها بنوك. طبعا الان الساعة 7:30، راح يقفلوا عندنا هون الساعة 8 يقفلوا. أتمنى لكم يوم سعيد.
هلو جود نخت دانك جود نخت. كم اجور عمال كم اجور العامل في المانيا هون؟ طبعا الراتب اقل في الساعة هون في المانيا الساعة اقل ساعة 10 يورو، اقل ساعة 10 يورو. لو معك شهادة تاخذ 15-20 يورو في الشهر. ماشي اخواتي، اتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا. اوكي، اتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا على المشاهدة، مع السلامة، تصبحوا على خير.